مرحبا مرحبا مرحبا. إذا مرحبا بكم يا أطفال، وانتم تاني لكم تشوفوا فينا. مرحبا بكم يا أطفال في حصتكم مع عمو يزيد. انتم اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال اللي راهم معنا اليوم، ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الإنترنت مع عمو يزيد، عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. لما تشاركوا يا أطفال عليكم شوية على الصبر، لأن تسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل. إذن شوية على الصبر ورايحين نتصلوا بكم باش تحضروا معنا. في كل مرة نتكلموا عن أيام عالمية. في هذه الفترة هذه يا أطفال، يوم أول أكتوبر منذ سنة 1975 هو اليوم العالمي للموسيقى. تحبوا الموسيقى؟ عندي لكم من بعد كذلك هدية، وكذلك عندكم بلي كاين اليوم العالمي للشوكولاتة. تحبوا الشوكولاتة؟ هو يوم أول أكتوبر كذلك اليوم العالمي للشوكولاتة، لا جورني انترناسيونال دو شوكولا. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ تحبوا؟ اللغز يقول: ما هو الشيء الذي إذا أصببت عليه الماء لا يبتل؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي إذا أصببت عليه الماء لا يبتل؟ أنتم لكم تشاهدوا فينا تقدروا تفكروا مع أصدقائنا وتجاوبوا على اللغز عبر الإنترنت عبر موقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن أصدقائنا عبر الإنترنت وانتم راح نتفكروا لغاية نهاية الحصة باش تعطونا الجواب على هذا اللغز اللي يقول: ما هو الشيء الذي إذا أصببت عليه الماء لا يبتل؟ اليوم حبيت تكتشفوا معايا شخصية. هذه الشخصية هي إمام الياس. إذن مع سارة راح نكتشفوا هذه الشخصية. تفضلي سارة، تفضلي. السلام عليكم أصدقاء الصغار. شخصية اليوم هي إمام إلياس، ولد يوم 27 أكتوبر 1937. لم يكن إمام إلياس متمدرسا عاديا، بل كان معروفا بتلميذ مجتهد، كما يتضح من تصريحات رفاقه القدماء الذين لازموه في دراستهم. وبالفعل إن إمام إلياس كان موهوبا في رياضة ألعاب القوى، وكان يملك امتيازات لم تكن عند الآخرين ورفاقه. ومن ثم بدأ الفرنسيون بالاهتمام به عبر استدعائه في التربص الخاص بالانتقاء الوطني. وفي مارس 1956 تمكن إمام إلياس وحاز على البطولة الفرنسية، وصنف بالمرتبة الأولى متفوقا على العداء جاز ميشيل الذي أصبح في سنوات الستينات البطل الفرنسي على الصعيد العالمي في العدو. إمام إلياس كان متأثراً بالأحداث الأليمة التي يعيشها الجزائريون بسبب الاستعمار الفرنسي، وهذا ما دفعه إلى التفكير في الكفاح، أين كانت له عدة أنشطة في توزيع المناشئ تحث على تنظيم الإضرابات. وعند إعلان الإضراب للطلبة سنة 1956، إمام إلياس الذي كان في عز عطائه الرياضي ضحى بكل ما لديه واختار الصعود للجبل والالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني في جوان 1956. حينها اختار إمام إلياس اسم جمال كاسم ثوري
أين التقى بالفدائيين وتلقى تكوينا سياسيا وعسكريا تحت إشراف صادق دهيليس والعربي بن مهيدي وأحمد بوغرة وأو عمران ويحيى بسماحة. التحق بالرائد علي خوجة جمال وبرهم إمام إلياس وزملاؤه بأنهم مناضلون شجعان في الولاية الرابعة الذي تقول عنه كان من أمثال الكبار القادة في الجهاد العسكري. وكانت مسيرة إمام إلياس حافلة بالنشاط البطولي في صفوف جيش التحرير، استشهد عام 1958 رحمه مع زملائه رحمه الله ورحم شهدائنا الأبرار. شكرا. برافو 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 بنتي سارة، برافو برافو، شكرا بنتي، شكرا. إذن إمام إلياس رحمه الله كان رمز من رموز ثورة التحرير. يا أطفال، قلت لكم مقبلة باللي هذه الفترة فيها اليوم العالمي للموسيقى. عمو يزيد دار لكم أغنية تتغنى بالنوتات الموسيقية. تعرفون النوتات الموسيقية؟ شكون اللي يعرفهم؟ لي نوت ميوزيكال. شكون اللي يعرف لي نوت ميوزيكال؟ دو فوالا. روحي بنتي تعالي تعالي. واسمك؟ هديل. هديل، وش هما النوتات الموسيقية؟ دو ري مي فا سي لا سي فا سول لا سي. برافو بنتي، برافو برافو برافو. معنا اليوم ضيفة ضيفة ضيفة. مرحبا بك بنتي، واش راكي؟ لاباس. لاباس، واسمك؟ ساغا. ساغا، وين تسكني ساغا؟ ها؟ تو هابيت او؟ ماجوري. او؟ تو هابيت ان فرانس؟ وي ان فرانس. اوكي، تو كونتون داتخو لا؟ وي. آه برافو، رحبوا بها رحبوا بها رحبوا بها. اذا مرحبا بك بنتي، مرحبا. كيف فرحانه لك هنا؟ ايه. هيا آه برافو برافو برافو. مرحبا بك بنتي، جات زارتنا ساره من فرنسا. نرحبوا كامل باعضاء الجاليه الجزائريه بالخارج. يا اخي، اذا عمو يزيد دار لكم هذه الاغنيه الجميله اللي نقول فيها دو ري مي فا سول لا سي، معروفه عبر الازمان. يا اخي تغنيها كامل معايا. اذا يلا دو ري مي فا سول لا سي. دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. Thank you.
انساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها، فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 برافو، التحقوا بالاماكن تاعكم يا اطفال. برافو 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 ساره، برافو برافو. وعجبتكم الاغنيه؟ اذا دوريمي فاصول لاسي هي النوتات الموسيقيه بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى. واش رايكم نروحوا دركا نزقوا لعمو نور الدين اللي جانا من مدينه تيارت بالعاب الخفه؟ يلا تصفيق على عمو نور الدين، تفضل تفضل. تفضل تفضل. برافو 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 برافو. إذن شكرا شكرا عمو نور الدين اللي جانا مدينة تيارت. يا أطفال راح نحكي لكم حكاية، عبيد تحبوا الحكاية تاخي تحبوا؟ حكاية الجار السارق، يلا كمل معايا. كما وعدتكم يا أطفال راح نحكي لكم حكاية الجار السارق. واحد النهار كان واحد الراجل ساكن في دار مع مرته، وهذيك الدار مبنية بالطين، ساكن مع مرتو عنده وليدو صغير، وهذاك وليدو مرتو تحبه بزاف. واحد النهار جاء عنده جارو قال له سلف لي شويه دراهم، وهذاك الانسان انسان تاع الخير راح دخل للدار خدا الدراهم واحد المكان. هذاك الانسان اللي كان عند الباب شافه، شاف مين خدا الدراهم، راح جاب له شويه دراهم واعطاهم له وراح. ولكن هذاك الانسان هذاك الجار خبيث خبيث، كي شاف هذاك الراجل وين مخبي دراهم قال لازم نسرقهم له. إذن جاء في الليل على بالهم باللي مرتو تحب وليدها صغير هذاك، خلاهم رقدوا وما تحكم وليدها هذاك، وداه بعدوا على الدار هكذا وخلاه يبكي باش المراه ديالو تخرج في الليل وتروح عند وليدها يسمع يبكي. وكانت الشتا تطيح بزاف هكذاك باش يدخل على الراجل هذاك كان معول يقتلو ويسرقو الجار اللي دار فيه الخير. ومن بعد لما خدا هذاك الطفل وبعدوا على الدار هكذا قعد يبكي 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 يبكي. ومن بعد المراه نودت راجلها قالت له يا راجل الطفل يبكي وكامل، قالت له استنى نروح نشوفو انت استناني هنا، قال لها لا لا انا نجي معاك. كي خرجوا في زوج راحوا عند وليدهم هكذا، هذاك السارق عم بالو بلي الراجل قعد في الدار. اذا باسكو الشتا كان طيح بزاف وهذيك الدار مطين، اذا السارق هذاك دخل الدار. ومن بعد المراه هذيك والراجل ديالها كي صابوا جابوا الطفل وليدهم هذاك ورجعوا للدار، عباكم واش صابوا؟ صابوا هذيك الدار طاحت
مخدومه بالطين وتحت الشتاء بزاف، طاحت على هذاك السرق ومات في هذيك الدار لانه كان خبيث. عمو يزيد، عمو يزيد، نستنجدوا من حكايه اليوم، جزاء كل من يخطط وينكر ناسيا ان هناك اله مدبر الامور. برافو 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 برافو. اذا يا اطفال، الانسان اللي يكون خبيث، الانسان اللي يكون مدبر هكذا، ربي عمره ما ينصره. الانسان الخبيث دائما يقع في شر اعماله. يا اخي، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. برافو برافو برافو. يلا، عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ اذا يا اطفال، جزاء السارق والانسان اللي يدبر المكيده لاخيه هي هذه. ربي عمره ما ينصر انسان خبيث، يحب الناس اللي صافيين ويحبوا جيرانهم ويحبوا الخير للناس. لحقنا لواحد الفقره اللي نحبها بزاف، هي فقره بريد عمو يزيد. راح نقراو رسائل تاع الناس اللي بعثوهم لنا، وانتم يا اطفال الى حبيتوا تبعثوا لنا رسائل نقراوهم في البرنامج، ما عليكم الا توجهوا موقع الانترنت عمو يزيد .com للزرار اراء وملاحظات. راح نقراو الرسائل نتاعكم. بوبي، اعطي لي الرسائل اللي بعثوهم لنا اصدقائنا الاطفال، راح نقراوهم. شكرا 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 شكرا. إذن أول رسالة، رزيقي محمد 10 سنوات من وهران، أو يقول أنا نحبك يا عمو يزيد. إذن يا محمد، أنا تاني نحبك ونموت عليك. تحياتي لكاع ناس وهران، وإن شاء الله نستضيفوك عندنا لهنا. شكرا شكرا. الرسالة الثانية، ساسي كريم 8 سنوات من لبناني، حي مختار زرهوني بالجزائر العاصمة، قال لي يعطيك الصحة يا عمو يزيد. شكرا وليدي كريم، انت تاني يعطيك الصحة على هذه الرسالة اللي بعثها لنا الجميلة. وعمو يزيد وحصة عمو يزيد وكل طاقم حصة عمو يزيد في خدمتكم يا أطفال. الرسالة الموالية تقول، فراج أمين 13 سنة من أدرار، أدرار من أقصى الجزائر في الجنوب الرائع، أدرار مدينة رائعة 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 جدا، ونحبهم هما تاني يحبوكم يا أطفال. أو يقول، هذا البرنامج رائع جدا جدا وجدا، لدي أريد المشاركة فيه. إذن يا أمين، مادام رسلتنا حتما سوف نتصل بك للمشاركة. مرحبا بك وتحياتنا لكامل ناس أدرار والجنوب الكبير. كذلك عندنا رسالة، هذه سليمان عبير 10 سنوات من مدينة بير غبالو من ولاية بويرة. إذن تحياتنا لكاع ناس بير غبالو ولاية البويرة، وليك يا عبير سليمان اللي قتلكم أحبكم كثيرا كثيرا، حنا ثاني نحبوها يا أخي. إذن مرحبا بها، مرحبا بها، وإن شاء الله نكلموها باش تجي تحضر معنا ثاني. الرسالة الأخيرة تاع اليوم، لعمامرة ملال 10 سنوات من مدينة ماسينيسا بقسنطينة، قالت لك هذا البرنامج هايل 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 وأحبكم. إذن يا ملاك العمامرة 10 سنوات من مدينة قسنطينة، حنا تاني نحبوك ومدابينا تجي تشرفينا. بوبي، احتفظنا بهذه الرسائل الجميلة، وأنا مدابيا شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. أنا نكتة جميلة، تعال أروح أروح، أقعد أقعد. واسمك؟ عبد الجليل. عبد الجليل، شحال في عمرك؟ شحال؟ ستة. ستة، ست أيام؟ ست شهور؟ ولا ست سنين؟ ست سنين. ست سنين، برافو. عندك نكتة؟ احكي لنا. كان واحد النهار راجل راح به راح 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 في الموطو بعيدة في فلوسة، وبدك شرا كلش مع خلاص له دراهم. خلاص له دراهم. اوه برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ تعالي تعالي بنتي اقعدي. واسمك؟ شراس. اوه الله يبارك. وين تسكني؟ في قليعة. في قليعة؟ خيار الناس. شحال في عمرك بنتي؟ 5 سنين. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك.
أمي ربت بيتا أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنسى. هذه أغنية الأم الأم تحبي أمي. برافو 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 بنتي برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك؟ ريماس. ريماس احكي لنا نكتة تاعك ريماس. عمري شحال تعمرك؟ 5 سنوات. 5 سنوات وين تسكني؟ في زيلاردا. في زيلاردا الله يبارك الله يبارك. عندك نكتة تحكيها لنا ولا حبيتي تقوليهم لحبكم برك؟ ها؟ عندي. احكيها بنتي. ماما نحبها بزاف حتى بابا. ايه ومن بعد خالتي تانيت وجداتي وعمو يزيد تانيت. تانيت برافو بنتي برافو الله يبارك. تعالي بنتي ايه تعالي 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 بنتي. هايله الجبه قبيلي تاعك هايله الله يبارك الله يبارك. واسمك بنتي؟ هديل. وين تسكني هديل؟ في فوكا. في فوكا احكي لنا هديل. كان واحد نهار واحد طفل راه عندي ما قال عطيني دراهم. قالت لي واش دير بهم؟ قالها سمعت واحد راجل يطلب برا. قالت لي واش يقول؟ قالها ايس كريم ايس كريم. حاب ياكل ايس كريم. اوكي الحقنا دركا يا اطفال للجواب عن اللغز. جواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي اذا اصببت عليه الماء لا يبتل؟ شكون اللي عنده الجواب؟ الشيء الذي إذا أصببت عليه الماء لا يبتل. تعال تعال أروح الشطر. تعال وليدي. واسمك؟ سعيد. وين تكون سعيد؟ في بلد سويدانية. في سويدانية الله يبارك. وش هو الجواب؟ ظل. الظل سي لومبغ لومبغ تصب عليه الماء وما يتشمخش هو الظل. برافو برافو وليدي. أعطيه الهدية تاعو أعطيه الهدية تاعو. إذا وليدي عمو يزيد يهديك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة ويهدي لك كذلك هاد السيدي هاد فيهم 22 أغنية في كل سيدي كاين ثلاثة إن شاء الله تستفاد بهم فيهم أغاني خاصة بالأطفال التربوية. تفضل وليدي مبروك عليك مبروك عليك. اليوم عندنا عيد ميلاد آية 9 سنوات. تعالي آية روحي بنتي روحي. إذن آية مبروك عليك بنتي 9 سنوات. أنا أقول آية عيد ميلادك أحلى عيد وانتم أصدقائنا تروحوا تجيبوا لنا الكاتو نتاع آية. يلا هاي نغنوا لها. عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تهديك نتمنى صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
يقولوا وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن آية 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو طفينا السماعة آية برافو تصفيق عليها تصفيق 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 برافو برافو اعطيني الشهاده تاعها اذا ايه انتم كامل الاطفال غير تخرجوا منها رايحين تكون عندكم هكذا شهاده شهاده المشاركه في حصه عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى وتعلقوها في الدار حنا ثاني نفتخروا كامل عندكم وحده وحده كي تخرجوا يا اخي اذا بنتي مدام بعثوا خمس قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق بريد 42 الف ستوالي العاصمه رامي ممول الحصه يهدي لكم هذه الدراجه هذه اللي ان شاء الله تستفادوا بها وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت نحبكم يا اطفال لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد